نشرة بوابة أخبار اليوم تي في للجمعة 14 فبراير، ونبدأها بأهم الأنباء. ضبط تكفيريين أحدهما متورط في إسقاط مروحية شلال سيناء. استمرار موجة مهاجمة أردوغان لمصر، والخارجية تصفها بالتصريحات التي لا تستحق الرد. تضارب الأنباء حول انقلاب قائد القوات البرية الليبي السابق خليفة حفتر على النظام. وفاة والدة التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض. البدرشين تشيع جنازة الشهيد محمد السباعي أمين الشرطة الذي لقي حتفه في حادث إرهابي أمس. وإليكم مزيد من التفاصيل. أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أن قوات الجيش الميداني نجحت في إلقاء القبض على اثنين من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بمنطقة الشيخ زويد، كان أحدهما متورطاً في محاولة لاستهداف إحدى المروحيات العسكرية هناك يناير الماضي. انتقدت وزارة الخارجية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والتي وصف فيها الثورة 30 يونيو بالانقلاب. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن هذه التصريحات لا تستحق الرد أو الالتفات إليها. تضاربت الأنباء حول انقلاب رئيس القوات البرية الليبية السابق خليفة حفتر على النظام، حيث أصدر بياناً أكد فيه أن الجيش الليبي تحرك من أجل إنقاذ الوطن، وذلك من خلال تعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد، بالإضافة لإعلان خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وعلى الجانب الآخر نفت الحكومة الليبية ذلك، مؤكدة أنها الشائعات عارية تماماً من الصحة وسيتم التعامل معها بحزم شديد. توفيت صباح اليوم والدة التوأم حسام وإبراهيم حسن بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض إثر وعكة صحية تعرضت لها منذ عدة أيام، بينما لم يتحدد موعد العزاء حتى الآن. انتهت نشرتنا عند هذا الحد. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.akhbariliyoum.com.